نحن هنا في معبر بيت حانون إيرس شمال قطاع غزة من الجانب الفلسطيني والمخصص لتنقل الأفراد من غزة نحو القدس والضفة وإسرائيل بعد الحصول على الموافقة من السلطات الإسرائيلية. منذ فجر اليوم تكدس آلاف العمال الفلسطينيين في المعبر بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية فتحه والسماح بمرور الفئات كافة، حيث أغلقته الاثني عشر يوما متتاليا بدعوى إجازة الأعياد اليهودية من جانب واستمرار احتجاجات الفلسطينيين على الشريط الحدودي من جانب آخر. وصلنا من الساعة 12 والقصة الساعة 7 وربع وبنستنى على أساس يجينا الدور، وأنا في تقريبا 19,000 عامل بيستنوا يتوجهوا على عملهم. التوتر الأمني على حدود غزة خلال الأيام الماضية والذي أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة حوالي 100 آخرين وفق وزارة الصحة بغزة أثار الخشية من اندلاع تصعيد عسكري واسع بين الفصائل المسلحة والجيش الإسرائيلي، وهو ما زاد من مساعي الوسطاء مصر والأمم المتحدة وقطر في هذا الإطار، حتى أسفرت عن خطوة إعادة فتح المعبر من الجانب الإسرائيلي قابلتها وقف الاحتجاجات على الحدود لهذا اليوم، ومنحت الحكومة الإسرائيلية بموجب تفاهمات سابقة تصريح عمل لنحو 18,500 عامل من غزة، ويوفرون سيولة نقدية في اليوم الواحد قرابة مليون دولار وفق مختصين، فيما يبلغ عدد المسجلين على قوائم الانتظار حوالي 140 ألفا بحسب وزارة العمل. وربطت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تقديم التسهيلات الاقتصادية لغزة ومنها تصاريح العمال بالتطورات على الصعيد الميداني، وهي سياسة يرفضها الفلسطينيون باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي والإنساني. محمد بعلوشة، المشهد، غزة.